أمر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بتجديد حبس الفنانة سما المصري 15 يوما على ذمة التحقيقات. وكانت وحدة الرصد بإدارة البيع بمكتب النائب العام قد رصدت تداولا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لصور ومقاطع مصورة للمتهمة مخلة وخادشة للحياء العام. وورد إلى الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع الفيسبوك عدد كبير من الشكاوى ضدها لنشرها تلك الصور والمقاطع، مبلغين عن حساباتها والمواقع التي تنشر من خلالها، وبإحالة الإدارة تقريرا بما أسفر عنه الرصد إلى النائب العام. أمر باتخاذ إجراءات التحقيق، فأمرت النيابة العامة المختصة بضبط المتهمة لاستجوابها. وعقب ذلك تمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية صباح الجمعة الماضي 24 من شهر نيسان أبريل الجاري من ضبط المتهمة وبحوزتها 3 هواتف محمولة وحاسب آلي محمول وبعرضها على النيابة العامة واستجوابها. أنكرت ما نسب إليها دافعة الاتهام عنها بنفيها نشر أي مقاطع مصورة مخلية لها بمواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على إيحاءات جنسية أو دعوة إلى الفسق أو خدش للحياء العام، مؤكدة مسؤوليتها فقط على مقاطع نشرتها بحساباتها الرسمية لا تعد سوى أن تكون تسجيلا لأنشطة حياتها وعاداتها اليومية عبر قناتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب، وذلك من أجل تحصيلها من شركة الموقع على أجر مقابل نسب مشاهدة المقاطع والإعلانات خلالها، نافية مسؤوليتها عن نشر المقاطع الأخرى المتداولة لها بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة موضوع الشكاوي والتحقيق، والتي ادعت أنها صورتها وسجلتها لنفسها واحتفظت بها بهاتفها دون نشرها حتى سرق الهاتف منها في شهر يونيو عام 2019، فانتفت بذلك مسؤوليتها عن نشرها بعد وقعة السرقة، مضيفة عدم حاجتها للفت الأنظار إليها لشهرتها بين الناس. كما قررت خلال مواجهتها ببعض المقاطع المتداولة لها التي تبين منها تحدثها إلى الآخرين أن صورتها على هذا النحو، ودعت بذلك لتوحي لمتابعيها بحساباتها الخاصة إجراءها بث مباشرا لرفع نسبة المشاهدات، وذلك تحفيزا منها لهم ولمتابعيها، وأن كثيرا من تلك المقاطع لم تنشرها ولم تعد سوى أن تكون مجرد تجارب تعدلت عن نشر الكثير منها لاحقا، مدعية أن بعض تلك المقاطع التي واجهتها النيابة العامة بها قد طرأ عليها الكثير من أعمال المونتاج والاجتزاء. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.